أهلا ومرحبا بكم مجددا. اليوم معنا هذا العود المميز والجميل، أول مرة طبعا نعرض هذا العود. العود هذا من صناعة سورية، صناعة الديرة، عود جميل جدا، قياس حلو، كل شيء جميل فيه. خلونا نقول مواصفاته. عندنا الوجه من السيدر قطعتين، المضرب عندنا من المهوغني مزخرف بالصدف، وكذلك الكتافة، وكذلك حوالين الشمسية والقمريات، وكذلك في الشمسية نفسها. خلينا نقرب الصورة ونستمتع به روعة هذا التصميم. راح نركز عليه في الصور بعد شوي أكيد. الظهر عندنا من الجوز القديم، أخشاب الجميلة، من أجمل الأخشاب طبعا الجوز، خصوصا إذا كان قديم. الزند والبنجوخ كذلك من الجوز القديم. المفاتيح عندنا من السيسن درجة أولى، المسطرة من الأغنوز درجة أولى. الزند عيار بالمناسبة بهذا العود، من هنا نقدر نتحكم بالدوس اللي هو بعد الوتر على المسطرة بكل سلاسة. الأوتار عندنا من الكروشنر دوزان فافا. قياسات هذا العود عندنا العرض 36، العمق 19.5، والزند 19.5، وعرض العظمة 3.9. خلونا نبدأ نستمتع بعرض هذا العود ونسمع صوته اليوم. نبدأ. الأخير وهو العزف على الفينجر بورد كامل. جميل، وزنه مناسب كمان يا جماعة، سين النوع بالنسبة للوزن مناسب جميل بالنسبة لخشب جوز. معنا هذا العود اليوم، استمتعنا فيه. مبروك مقدما للمشتري، ويا بالتوفيق، الى اللقاء.